نشرة أخبارية من أورينت نيوز، أهلا بكم. نبدأها بأهم العناوين. ميليشيا ستنقل عشرات المعتقلين من أقبية الأفرع الأمنية في حلب إلى سجني صيدنايا وعدرا بريف دمشق. قتلى وجرحى من ميليشيا أسد خلال محاولتها التسلل إلى مواقع الفصائل جنوب إدلب. جرحى مدنيون بقصف لميليشيا أسد على بلدات درعا، والميليشيا تخلي حاجزين لها غرب المحافظة. مقتل جندي من الاحتلال الروسي باستهداف عربة عسكرية في حمص. تقرير للغارديان يكشف استخدام مصنع لافارج للأسمنت مقرا للعمليات الاستخباراتية الغربية في سوريا. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يلمح لإمكانية اندلاع حرب شاملة بين بلاده وروسيا. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. نقلت ميليشيا أسد قرابة 60 معتقلا من أقبية الأفرع الأمنية التابعة لها في مدينة حلب إلى سجني صيدنايا وعدرا بريف دمشق. ونقلت شبكات إخبارية محلية عن مصادر قولها إن 58 معتقلا كانوا محتجزين في أفرع الأمن العسكري وأمن الدولة والأمن السياسي التابعة لميليشيا أسد، تم توزيعهم على 3 شاحنات وسط إجراءات أمنية مشددة. وأوضحت أن الميليشيا رفضت السماح للمعتقلين برؤية ذويهم قبل نقلهم إلى ريف دمشق. وللحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات القانونية من برلين. أهلا بك أستاذ أنور معنا في هذه النشرة. ما سبب هذا التحرك الآن لنظام أسد بنقل المعتقلين من حلب إلى دمشق، وخاصة إلى هذين السجنين بالذات؟ تحياتي لك والمشاهدين المستمعين الكرام. يعني ما نعرفه بأن سياسة الاعتقال والتي هي أقوى سلاح بيد النظام السوري والميليشيات التابعة له الإجرامية هو منهجي، و يعني يأتي من رأس الهرم، وبالتالي كل عمليات الاعتقال ليست الآن ومن قبل هي بأوامر من مركز القرار في دمشق، وبالتالي لا سلطة حقيقة للأجهزة الأمنية في كل المحافظات إلا أن تحيل هؤلاء المعتقلين إلى المركز، وهو من يتخذ القرار النهائي بشأنهم. وبالتالي ربما تأخر النقل بسبب اكتظاظ كبير في عدد السجناء في دمشق وعدم وجود أماكن لهم كان سابقا، لكن بعد أن نفذت هذه العصابة المجرمة عمليات إعدام جماعية وقتل المعتقلين تحت التعذيب، تحاول جلب الباقين حتى تستمر في جرائمها بقتل وتعذيب. نعم، لكن أستاذ أنور، هل هنالك حق لنظام أسد بوضع هؤلاء المعتقلين في هذه الأفرع وكذلك بعملية نقلهم إلى السجون التي نقلوا إليها الآن؟ وهل من حقه أيضا منعهم من مقابلة ذويهم حتى لو وسمهم بسمة الإرهاب؟ طبعا ليس له الحق، هذا النظام ليس له الحق بالوجود أساسا، هو ليس شرعية، ليس له شرعية، هو مثل أي عصابة تقتل وتخطف وتعذب المعتقلين، وبالتالي لا تسألي عن أي شكل قانوني يمارسه هذا النظام. القانون بالنسبة له هو قانون القوة التي يملكها والتي يستخدمها لقتل وتدمير وتعذيب السوريين، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أي شرعية قانونية أو أي مسببات قانونية. هم لا يخضعوا لأي قانون ولأي مبادئ، هم فقط سلة مجرمين شديدي الإجرام، وليس فقط مجرمين شديدي الإجرام، يمارسون إجرامهم على هذا الشعب بدون أي ضوابط أو قواعد. نعم، أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات القانونية كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك. شنت طائرات الاحتلال الروسي غارات على منطقة الشيخ بحر غرب إدلب وغارات مماثلة على أطراف قرية دير سنبل بجبل الزاوية دون معلومات عن ضحايا. الله أكبر.
الله أكبر، الله أكبر. قتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا أسد أثناء محاولتهم التسلل إلى نقاط تمركز الفصائل جنوب إدلب، وتمكنت الفصائل من تصدي لمجموعة تابعة لميليشيا أسد بعد رصدها على محور قرية فليفل جنوب إدلب، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا. قصفت ميليشيا أسد بلدتي تسيل ونافعة غرب درعا ومحيط بلدة مليحة العطش شرق المحافظة بقذائف المدفعية، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى بينهم أطفال. يأتي القصف بعد ساعات من إخلاء الميليشيا حاجزين عسكريين تابعين للواء 112 من أماكن تمركزهما في بلدتي الشبرق ونافعة إلى منطقة عين ذكر بعد أيام على مقتل 7 عناصر من الميليشيات في المنطقة. بدأ الاحتلال الروسي تسيير دوريات للشرطة العسكرية في أحياء درعا البلد تنفيذا لبنود الاتفاق الأخير المبرم بين أهالي درعا ونظام أسد برعاية روسية. وقال المتحدث باسم ما يسمى مركز المصالحة الروسي أن نحو 1600 شخص من أبناء درعا البلد أجروا التسوية المنصوص عليها في الاتفاق بحسب زعمه. قتل عنصر من قوات الاحتلال الروسي إثر تفجير استهدف سيارة عسكرية كان يستقلها في محافظة حمص. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن الجندي قتل بعد استهداف سيارة للشرطة العسكرية الروسية خلال قيامها بأنشطة استطلاعية أثناء مرور قافلة إنسانية بحسب زعمها. كشف تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية أن مصنع الإسمنت الواقع على طريق رق منبج التابعة لشركة لافارج الفرنسية كان مقرا للاستخبارات الغربية في سوريا. وبحسب الصحيفة فإن عددا من ضباط المخابرات استعملوا المصنع مقرا لجمع المعلومات والبحث عما يقارب 30 رهينة تم احتجازهم من قبل تنظيم داعش، لكن جهودهم في إنقاذ الرهائن باءت بالفشل. استبعد الأردن أن يتم منح مبالغ مالية لنظام أسد مقابل تسهيل مشروع استجرار الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي السورية. وبحسب وزير الطاقة الأردنية أو وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي فإن أسد قد يحصل على الغاز والكهرباء بدلا من المال لقاء مرور الغاز عبر الأراضي السورية، مشيرة إلى أن الأردن تبحث مع واشنطن آلية تجنب عقوبات قانون قيصر المفروضة على نظام أسد. ألمح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى إمكانية اندلاع حرب شاملة بين بلاده وروسيا، مؤكدا أن كييف ستحارب مشروع نورد ستريم 2 الخاصة بمد خط الغاز الروسي إلى أوروبا. إلى ذلك قال أمين مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني إن الجيش على استعداد لتحرير المناطق المحتلة من قبل القوات الروسية إذا ما قرر الرئيس الأوكراني ذلك، مشيرا إلى أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. أجبرت أحرائق الغابات مئات السكان في جنوب غرب إسبانيا على مغادرة منازلهم، في حين لقي رجل إطفاء مصرعه خلال عمليات إخماد الحرائق في المنطقة. وفي ختام هذه النشرة مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على orient-news.net. إلى اللقاء.